غالبته أن يعلق على مباراة يتواجد فيها اسمه، فليشهد التاريخ أني الآن أصبحت معلقا. نعم أصبحت معلقا الآن بعدك يا أبو تريكة. الآن أكتب في مولدي، الآن أطلق ثورتي، الآن أحكي قصتي في حبك يا أبو تريكة. بالمصري كده والله بحبك. الواحد النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في وصايا بتكتبها قبل الموت. انا من ضمن الوصايا اللي كاتبها ان التيشيرت اللي عملته تعاطفا مع غزه يكون معايا في الكفن. Ce soir.